أيضا انطلقت اليوم أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي وصفوف النقل وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب. المزيد والمزيد من المعلومات نذهب للزميل أيمن عماد من إحدى المدارس في محافظة الجيزة. إليك كلمة أيمن. نعم فيروز، من أمام مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التي تستقبل اليوم كغيرها من باقي المدارس على مستوى الجمهورية أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدما توقفت لما يقرب من شهرين في ظل العديد من الإجراءات الاحترازية والإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة لاستئناف الدراسة مرة أخرى للحفاظ على صحة الطلاب والمشرفين على عملية الامتحانات بشكل عام. وهذا ربما ما رصدناه منذ الصباح منذ بداية دخول المدرسة للطلاب أو عملية التوزيع داخل اللجان. لو تحدثنا عن بداية دخول الطلاب فرصدنا تواجد للبوابات ذاتية التعقيم أمام المدارس مع توفير مختص يقوم بالكشف الحراري على الطلاب مع توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخولهم إلى اللجان. لو تنتقلنا بالحديث إلى الصورة داخل اللجان فداخل اللجان لم يتم السماح لأي طالب الدخول داخل أو أداء الامتحان إلا بارتداء الكمامة مع الحفاظ على التباعد ما بين الطلاب في عمليات الجلوس. واللجنة لم يزيد عدد الطلاب المتواجدين فيها عن 14 طالب. ده رصدنا كان قبل بدء الامتحان. وكان في الأيام السابقة تقوم محافظة الجيزة بالتعقيم الدائم للمقاعد وأماكن التي الأماكن التي يتم فيها أداء الامتحانات اليوم، ولكن ليس فقط هذه الإجراءات التي ربما قامت بها محافظة الجيزة، ولكن أيضا هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تتابع العمليات الامتحانية بمختلف على حوالي 3000 مدرسة موزعة على مختلف المحافظة. الامتحانات بدأت معنا أو المدرسة بدأت معنا الامتحان بدأ في 9 من صباح اليوم للمادة الأولى للغة العربية والتي مكرر لها 90 دقيقة. بدأت من الساعة 9 وانتهت في الساعة 10:30، ثم بعد ذلك أخذ وقت للراحة وتبدأ بعد ذلك امتحان الأحياء الذي يبدأ في 11:30 ليمتد إلى 45 دقيقة وتنتهي امتحانات هذا اليوم. ربما يكون الامتحان لهذا اليوم يختلف عن غيره من الامتحانات السابقية أو التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين، ولكن الامتحانات اليوم بتعتمد على مدى إدراك الطالب لما درسه في الفترة السابقة من في المدرسة وتعتمد على المهارة وما المعلومات التي تكتسبها في أثناء عملية الدراسة. إلى الآن العملية الامتحانية تسير بشكل ميسر دون أي معوقات أو أي خروقات. عودة إليك. الزميل أيمن عماد، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من أمام إحدى المدارس في محافظة الجيزة.